دكتورة زهراء علي دخيل، وعنوان البحث مناهج تفسير القرآن في مدرسة أهل البيت الإمام عليهم السلام الإمام محمد بن علي الجواد عليه السلام ودوره في تفسير القرآن نموذجا. أهلا ومرحبا. أهلا دكتورة. الدكتورة زهراء علي دخيل دكتوراه دولة في اختصاص اللغة العربية وآدابها من المعهد العالي للدكتوراه في الأدب والعلوم الإنسانية والاجتماعية في الجامعة اللبنانية. هي لها عدد من الكتب، أحدها من قضايا اللغة العربية والآخر من قطوف الأدب والثالث دليلك إلى الصواب اللغوي والرابع فروقات لغوية والخامس من مبادئ اللغة العربية وقواعدها وهو قيد الطبع. لها عدد من البحوث والمشاركات في المؤتمرات الإسلامية في عدد من الدول. تتفضل الآن بتقديم الملخص بعشر دقائق إذا أمكن. السلام عليكم جميعا. عليكم السلام. من عبق ثرى مرقدي الإمامين الحسين بن علي وأبي الفضل العباس عليهما السلام، حيث أنفاس الملائكة وتسبيحهم المحدقين بمرقديهما الشريف، نحمدك اللهم حمدا أنت أهله، وتبارك اسمك وعزت كلمتك، ونستعينك ونلتمس رضاك، ونصلي على خير خلقك محمد وعلى آله الطيبين، ونسلم تسليما كثيرا. يطيب لي في هذه المناسبة المباركة أن أتقدم بالشكر الجزيل للعتبة العباسية المقدسة، وأخص بالذكر المتولي الشرعي السيد أحمد الصافي دام عزه، كما وأقدم الشكر الجزيل للجنتين العلمية والتحضيرية لمؤتمر أسبوع الإمامة الدولي على إتاحتهما المجال للمشاركة في فعاليات هذا المؤتمر العلمي الرائد. عنوان البحث مناهج تفسير القرآن الكريم في مدرسة أهل البيت عليهم السلام الإمام محمد بن علي الجواد عليه السلام ودوره في تفسير القرآن الكريم أنموذجاً. إن القرآن الكريم هو المصدر الأول للتشريع الإسلامي والمعين الصافي للثقافة الإسلامية التي اختارها الله تعالى لسمو الإنسان وسعادته في النشأتين، وقد تعاهد أهل البيت وفقاً لتكليفهم الإلهي لقيادة الأمة القرآن الكريم تلاوة وحفظا وتفسيرا يكشف ما فيه من مراد الله تعالى، وصيانة له عن أيدي العابثين وانتحال الجهلة والمبطلين. ولأهمية الرجوع إلى الأئمة عليهم السلام في تفسير كتاب الله تعالى، آثرنا في هذا البحث المتواضع أن نعرج على ما أثر من التفسير عن طريق الإمام محمد بن علي الجواد، فاخترنا عدداً من الآيات المباركة التي تضمنت تفاسير العلماء وكتب الحديث لنكون على بينة من تراث أهل البيت عليهم السلام في تفسير القرآن الكريم. الهدف من البحث التأمل في خطب الإمام الجواد ووصاياه ومواعظه وكلماته القصار، فضلاً عن الوقوف على مواطن استشهاد الإمام بالقرآن الكريم فيها أو تمثيل القرآن الكريم، وذلك عبر إعادة صياغة العبارة أو ذكر عبارة لها صلة بالقرآن، وذلك للكشف عن أنه كان مصداقاً لكتاب الله العزيز في كل ما صدر منه، أو أنه مثل القرآن خير تمثيل.
أهمية البحث، ما أهمية البحث؟ بيان بعض من هذه العلوم المهمة والمختلفة من علوم القرآن بما أثر عن الإمام الجواد بوصفه أحد الثقلين اللذين أوصانا رسول الله صلى الله عليه وآله في التمسك بهما، إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فهو من أولئك الذين أجلوا غوامض القرآن وعلومه وتعمقوا في الكشف عن أهميته وتأكيد حقيقته. إذن أولى الإمام الجواد علوم القرآن اهتماماً بالغاً، كون القرآن مصدر التشريع والثقل الأول الذي أمرت الأمة باتباعه، كما تواتر عن النبي قوله إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. ففي علوم سأختصر، ثم إن مدرسة الإمام الجواد لم تكن مقتصرة على جانب من جوانب المعرفة، بل إنها اتسعت لتشمل كل جوانب المعرفة الإنسانية، إذ إن هذه المدرسة هي المدرسة المحمدية التي مثلت الشريعة الإسلامية خير تمثيل. وبما أن هذه الشريعة شاملة لكل جوانب الحياة، ما فرطنا من الكتاب من شيء، لذا كانت مدرسة الإمام الجواد شاملة لجميع مناحي الفكر كعلوم أصول الدين وعلوم فروع الدين وعلوم القرآن والحديث وعلم الرجال وعلوم اللغة والنحو والمنطق إلى آخره. أحاول في هذا البحث المتواضع تبيان ما ورد من تفسير بعض الآيات المباركة عن الإمام محمد بن علي الجواد كما أشارت إليه كتب التفسير والحديث، وقد تم استعراض تفسير 16 آية مباركة. إن اختياري لهذه المجموعة في هذا البحث على قلتها تعد كما أظن محاولة في فهم دراسة آثار الأئمة عليهم السلام في مجال الدراسات القرآنية، سواء كان ذلك تفسيراً أم بحثاً أم تعليقاً، وأثر ذلك على الاهتمام العام بالقرآن الكريم وما يتعلق به من جميع جوانبه، وما للتفسير من أثر كبير في ذلك. تطرقت معنى التفسير بالمأثور باختصار، تفسير كل ما ورد من تفسير القرآن عن طريق أئمة أهل البيت عليهم السلام فهو من التفسير بالمأثور كما اصطلح عليه العلماء والمفسرون. ثانيا، تحدثت عن تفسير القرآن بالقرآن، إن هذا النوع هو أول نوع وأهمه لبيان مراد كلام الله تعالى، حيث لا شك أن القرآن أنقى مصدر لتبيين القرآن بنفسه، لأنه ينطق بعضه ببعض ويشهد بعضه على بعض. اعتمد الإمام الجواد في تفسير آيات القرآن على مصادر عدة، منها تفسير القرآن بالقرآن. تعد هذه القاعدة منهجاً من مناهج التفسير، وهي أحد أقسام المنهج النقلي، تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالرواية. وهذا المنهج من أقدم المناهج المتبعة في تفسير القرآن، وقد استحسن جميع المفسرين والمتخصصين هذه الطريقة في التفسير، إلا بعض الإخباريين على ما يفهم من أدلتهم. وهذا المنهج صحيح لا غبار عليه، وقد نصت نصوص الأئمة عليهم السلام وعلماء السلف على صحته، فقد روي عن الإمام علي في خطبة يصف بها القرآن: كتاب الله تبصرون به وتنطقون، تسمعون به، ينطق بعضه ببعض ويشهد بعضه على بعض. إذا رجعنا إلى روايات المعصومين نجد تطبيق هذه القاعدة كثيراً في رواياتهم، من خلال إرجاع المتشابهات إلى المحكمات، ومن خلال الجمع بين الآيات المطلقة والمقيدة، وبين العام والخاص، وبين الناسخ والمنسوخ، وتوضيح الآيات المجملة بوساطة الآيات المبينة، وتعيين مصداق الآية بوساطة الآيات الأخرى. فكل ذلك يمكن أن يعد طرقاً فرعية لمنهج تفسير القرآن بالقرآن. دكتورة دقيقتين فقط. نعم.
الخاتمة والنتائج، على الرغم من أن ما وصل إلينا من عن الأئمة الميامين بشأن القرآن الكريم وتفسيره لا يشكل إلا نزراً يسيراً لما يمتلكون من حصيلة علمية وثراء فكري ليس لهما حدود، إلا أن المتصدي لتفسير القرآن الكريم لا يمكنه الاستغناء عن تفسيرهم عليهم السلام لما فيه من سمات أصيلة لفهم كتاب الله، أبرزها تفسير القرآن تفسيراً باطنياً والقول بسلامة القرآن من التحريف وغيرها من المبادئ الأساسية لإدراك معاني الكتاب الكريم. إن الإمام الجواد كان ممن تصدى لتفسير القرآن، وتفسيره يعد تأصيلاً للمفسرين لأنه فسر القرآن بالقرآن، ويعد هذا من أجود أنواع التفسير وحل الإشكاليات التي تحدث ورفع الالتباس من المراد المعني في التفسير. أيضاً يعد الإمام الجواد مؤصلاً لمدارس التفسير الأساسية، وهي تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالرواية، وعليه يتأسس لنا القول بأن مرويات الإمام الجواد خاصة والأئمة عامة بما فيها من روعة تشخيصية مثلى ونتاج دلالي سديد تمثل دعوة عقلية ملحة، إذا لم تكن دعوة عقدية واجبة لعلماء التفسير بأن يتأملوا فيها ويستنطقوا دليلها من أجل فهم النصوص القرآنية، لأن أئمة أهل البيت عليهم السلام هم عدل القرآن، وعليه فإن مروياتهم ممثلة لمراد النص القرآني مضموناً وكياناً، ومن هنا فلا مناص من الرجوع إلى مرويات أهل البيت عليهم السلام، لأن مروياتهم تلك مرتكزة على القرآن الكريم نفسه، وما كان مرتكزاً على القرآن استدلالاً وأحقية لا يقدح به البتة أو يطعن فيه مطلقاً أو يجرى عليه الشك أبداً. توصيتين: توصي الباحثة بجمع الروايات التفسيرية الواردة عن الإمام الجواد لنهوضها بكتاب تفسيري على النحو التسلسلي يشمل كثيراً من صور القرآن الكريم، أو على نحو التفسير الموضوعي في آيات العقائد أو آيات الأحكام أو القصص القرآني أو غيرها، فإن مراجعة ما جمع من الروايات المأثورة عن الإمام الجواد من خلال المسانيد والكتب والوصايا والأحاديث المبثوثة في المجاميع الحديثية تفتح أفقاً رحباً في هذا المجال. تأمل الباحثة أن تأخذ مثل هذه الدراسات مكانتها في المكتبة الإسلامية في مجال تفسير القرآن الكريم لما لأهل البيت عليهم السلام من أهلية تمثل امتداداً للرسول الأكرم في كشف المراد من الخطاب الإلهي في القرآن، فإن المشتغل بتفسير القرآن الكريم لا يسعه ترك ما ورد عنهم من تفسير لما فيه من أصالة لفهم مراد الله تعالى وإدراك معاني كتابه الكريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. شكراً جزيلاً للدكتورة زهراء على هذا التقديم الموجز.